بتمنى التزكية وأنسى كل كلمة من قيم وتبادل الدين خلاص خلاص من إلى ما بيسو اسمه كلمة أخرى. نكون فحلي بدش واحد الخلاصة الكلام ديالك. إنما بعثوا الأسماء مكان والأخلاق ألا ما أعتقد لأن ربما العودة الأخلاق ديالنا العودة القيم ديالنا كيف ما ذكرت يا أستاذ قيم الصدق قيم الإخلاص المحبة وبالتالي ربما على ما أعتقد أن النهوض الحضاري يأتي بشكل مرحلي بحيث على ما أعتقد أن في نظرة ديالي البسيط ربما أن الشخص أو الإنسان يبدأ بالداس دياله الذات ديالو عن طريق تشبث ما هو اخلاقي بما هو تشبث بما هو بالقيم ديالو الصالحه وبالتالي هو غادي ياثر على الناس اللي معاه وياثر على المجموعه والمجموعه تاثر على المجموعه ونكونوا قد وصلنا لواحد المستوى اولي من النهوض الحضاري الذي هو مكارم الاخلاق مكارم القيم بضروره الانفتاح للاخر هذا شكل ما فيش شك هل بغيت نضيف التزكية وأنت تقول الكلمة القيم وتبادر الدين يعني قال الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثوا لأسمي مكارم الأخلاق شكرا لكم سيدي وهو في الواقع أعتقد سيدي الفاضل أستاذي هذه القيم كلها عشناها مع الأسر ديالنا وخديناها من المجتمع ديالنا من الأسر ديالنا وشفناها تطبق الوفاء الإخلاص العمل الصلاة الزكاة هادشي كلشي عشناه مع الأسر ديالنا مع كل أسف وإن كان هذا ليس هو موضوع هذا هاد الأسرة اندثرت وهاد القيم مشات اللي عشناها وتربينا فيها وفتحنا فيها عينينا ماشي طلقناها في الجامعة لا 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 فتحنا فيها ملي حنا ناس باسين في المسيد وحنا كنشوفوا الآباء ديالنا والأجداد ديالنا في المسيد وفي الصلاة والمحبة والتآخي والتضامن والجار كيرحم الجار وإلى آخره مع الأسف هذا موضوع آخر سيدي محمد اسمح لي أن أثير نقطة وأعتقد أن تكون ختامية إذا سمح السيد الرئيس وهي بغيت نرجع للموضوع الأصلي الشباب وجيل النهوض الحضاري الشباب هل يمكن أمام ما يواجه شبابنا حاليا من تحديات ورهانات وما نعيشه اليوم بدون الأمور مسمية نفسها كل هذه المظاهر التي نعيش فيها في العالم بإسره وبالمقارنة مع بلادنا والله الحمد لله تشهد أمنا واستقرارا لغير ذلك أعود إلى السؤال الأساسي شبابنا ماذا ينتظره اليوم أو ما هو المطلوب منه أمام التحديات وهذه الرهانات أو بعبارة أخرى هل شباب اليوم مؤهل حتى يكون حامل لهذا المشعل مشعل النهوض الذي نتحدث عليه جيل النهوض الحضاري الشباب والمسؤولية التي تنتظره مستقبلا أعتقد أن المسؤولية أولا تقع علينا قبل الشباب حين يولد المولود على الفطرة على السياق الاجتماعي والتربوي والتاريخي والثقافي والتعليمي أن يحتضن هذه الفطرة وأن يزوده بالقيم كما تفضلت الأساسية من خلال ما يسمى بالاستبطان كثيرة هي القيم التي يتلقاها أطفالنا أولا من خلال الاستبطان أي من خلال ما يشاهدون ويلاحظون إذن هذا أمر رئيس هل هيئنا الحضن الاجتماعي الأسروي التعليمي الإعلامي الاجتماعي الاقتصادي الذي يبث طموح الرشيد في هذا المولود حين يصير طفلة ما يصير شابا والذي يزوده بالتكوين الملائم لكي يستطيع أن يواجه مختلف المستجدات المتعلقة بأسئلة زمانه الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والدينية أم إن
لأننا ما زلنا نتلكأ في توفير هذا الحضن الضروري للنهوض الحضاري. هذا هو السبب، لأنه مثلا هناك أمثلة بسيطة توريني. أنا طفل يدرس في ابتدائي درس حول التربية الطرقية، ودرس علامات المرور ودرس علامات التأشير وأن الضوء الأخضر إلى قام صائحة مرة أخرى، وأنه في الوقت الذي يجد حالك مكذبا لمقالك وسلوكك مناقضا لشعارك وأخلاقك مباينة لشعاراتك. هذا مثال بسيط. مهما قرأت عليه من القوانين وقرأت عليه من النصائح تصبح غير مثمرة، لكون تلك المصداقية القائمة على موافقة أقوال الأفعال، وهي خلق قرآني عظيم، وأيضا خلق كوني في سائر الثقافات. فرطت في هذه المصداقية بسلوكاتك. ولهذا كان الصوفية رضوان الله عليهم كانوا يقول، كان الإمام عطاء الله السكندري يقول: لا تصحب إلا من يدلك على الله مقاله وينهضك إلى الله حاله. وكانوا يربون بالحال. ما معنى التربية بالحال؟ أي التربية بالمثال. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن أخلاقه ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على رجلين. هذا نموذج من النماذج التي تشكل موطن خلل حقيقي في تربيتنا. إذن تبدأ الأمر، يبدأ الأمر الطفولة، ثم يبدأ إلى الشباب. أي تكوين يتلقى هؤلاء؟ ينظر إلى حال تعليمنا، تقارير وطنية دولية. ما دمنا لم نستطع أن نحل هذا المشكل، مشكل التعليم الذي يعتبر مصنع عقول المستقبل، هذا المصنع فاسد، كيف تطلب منه أن ينتج لك جيلا للنهوض الحضاري؟ لا. أيضا الإعلام، إلى أي حد يقوم الإعلام بدوره؟ إذا هناك ثلاثية العلم والتعليم والإعلام أساسية في تشكيل هذا الحضن الضروري لتنشئة هذه العقول وتنشئة هذه النفوس التي سوف تصبح هي مدبرة المجتمع في المستقبل. ننتبه أن أجيالا سوف تحاسبنا على تفريطنا في التمهيد لما به تستطيع أن تنهض حضاريا. وهذا التلكؤ في تغليب المزايدات والمصالح والمنافع على القيام بالضروري فيما يتعلق بتوفير هذا الحضن الأساسي، من الأسرة إلى المدرسة إلى المجتمع إلى الإعلام إلى كل إلى الجامعة إلى غير ذلك، إذا لم نستطع أن نصلح هذه السلسلة سوف يظل هذا النهوض طموحا، ولكننا لم نوفر الشروط الضرورية لتحويل هذا الطموح إلى واقع ممكن. شكرا سيدي. تفضل سيدي، تفضل. إما أن هذا المشروع الحضاري هو مشروع حضاري ليس فقط هو ليس فقط للمسلمين، هو مشروع حضاري للإنسانية جميعها. فإذا
شكرا. من فضلك أشرت على أمر مهم. أنا لا أريد لا أحب أن أحيل على كتبي، ولكن ضرورة هناك كتاب أخير صدر لي في 2016 بعنوان إني ذاهب إلى ربي مقاربة فراه تدين ورهاناته، وفيه دراسة تتعلق بدراسة نقدية لعمل الزوايا وأفاقها المستقبلية. ووقفت في هذه الدراسة على ما يقتضيه اليوم أرباب القلوب، أو ما هو مطلوب من أرباب القلوب في زماننا المعاصر من ممارسة نقد ذاتي يؤهلهم للقيام بهذا الدور الكوني الذي أشرت إليه. أن هناك فرقا بين هذه النماذج التي نحن نستحضرها، نماذج العارفين الكبار الذين تحتاجهم الإنسانية اليوم، جلال الدين الرومي، محي الدين بن عربي، كل كلامهم الآن يغذي أرواح العالمين من سائر الثقافات والأديان. لماذا؟ لكونه يذهب إلى الفطرة، فطرة الله. وهذا الكلام يحتاج منا نحن المسلمين أنفسنا إلى أن نستعيده لكي نجدد من حضوره في فهمنا لديننا وتنزيلنا لثقافتنا الإسلامية في حياتنا اليومية. مثلا نعطي مثالا واضحا، يطرح مشكل حرية الاعتقاد. ونجد دائما إجابات واضحة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن الخيرية لهذه الأمة المسلمة، بل نجد من يذهب إلى ذلك